أخبار اليوم. احنا طبعا بنتشرف أخبار اليوم ان احنا معانا نخبة من رموز الفن المصري. الفن المصري هو قوة مصر الحقيقية. احنا مش اقوى دولة في العالم عسكريا ولا اغنى دولة في العالم اقتصاديا. احنا نقدر نقول ان احنا اعرق دولة واقدم دولة. احنا اعرق دولة بالفن اللي عملناه على جدران المعابد، بالفن اللي عملناه في الاهرامات، بالفن المصري اللي ابتدى بالرأس اللي شفناه نقوش على المسلات وعلى كل التراث المصري القديم. الفنان المصري هو اللي بيبقى السياسي بيأتي وبيزوي، المسؤول التنفيذي او الوزير يتولى منصبه لمهم لفتره او لمهمه مؤقته، النظم بتتغير، بيبقى الفنان هو ضمير الامه. الفنان ما بيعتزلش، الفنان ما بيستقلش، الفنان هو اللي يعبر عن الانسان المصري. عشان كده ما شفناش فنان ماشي الناس بتنتقده، الناس بتجري عليه وبتحبه. بنشوف مصر الجميلة في الأغنية وفي المسرحية وفي الفيلم وفي الدراما، بنشوف مصر الحقيقية في كل أشكال الفن المصري. الحقيقة وجود الفنانين المصريين في شرم الشيخ هم دايما طليعة المجتمع المصري في أي شيء بيحدث، بيتصدروا الصفوف. احنا بينا كبار الفن المصري عشقتهم الجماهير وما زالت بتعشقهم. الجماهير ما بتكلمش الجماهير المصرية فقط، الجماهير العربية اللي مصر احتلت مكانتها في العالم العربي بالأغنية وبالفيلم من قبل ما في دول عربية تبقى دول، احترامي ليها يعني. الحقيقة النهاردة احنا جايين في شرم الشيخ في ظرف صعب. جاء الفنان المصري بيقول ان انوار شرم الشيخ لم تنطفئ، جاي بيقول ان هو بيبعث برساله سلام لكل العالم. جاي الفنان المصري، ايوه، واحنا بنتمنى ان شاء الله ان احنا زي ما بنشوف مثلا في الدراما التركيه، السياحه التركيه زادت نتيجه مسلسلات تركيه ظهرت فيها المناظر الطبيعيه في تركيا وجذبت المشاهد العربي، وبقى لقينا سياحة عربية بتذهب لتركيا. نفسنا زي ما الفن بيعبر بواقعية عن هموم وأمال، أنا ما بقولش أنا ضد اللي بيقول إن الفن بيشوه الحياة في مصر، بالعكس. زي ما عندنا أفلام واقعية بتصور حياة فئات معينة، ممكن يبقى عندنا برضو ندعو لي الفن المصري. إحنا بنشوف القاهرة القديمة في الأفلام، وده ذاكرة مصر بنشوفها، مش موجودة في حاجة تانية. بنشوفها في أفلام عبد الوهاب وأفلام نجيب الريحاني وأفلام القديمة، بنشوف القاهرة واسكندرية القديمة. عرفنا مرسى مطروح من ليلى مراد. احنا ممكن شرم الشيخ والغردقة وغيرها من المقاصد السياحية في مصر تبان المناظر الجميلة، يشوفها المشاهد العربي، يشوفها المشاهد الأجنبي في المهرجانات، وتبان جمال مصر وروعتها. الحقيقة أن وجود هذه النخبة من الفنانين المصريين بيشرفني أنا كمواطن مصري، بيشرف دار أخبار اليوم وزملائي في أسرة دار أخبار اليوم. والحقيقة كان أكثر يعني الاهتمام الأكثر من جانب رجال الأعمال، مش مساندة أعضاء الحكومة، لأن ده واجب عليهم إن هم يبقوا موجودين هنا، واجب على مجلس الوزراء إنه يجتمع، واجب على الوزراء إن هم يستمعوا لمشاكلهم. لكن الحقيقة وجود الفنانين المصريين ده أعطى دفعة معنوية للناس إنهم مش لوحدهم. ما بقولش على أصحاب الأعمال، بقول على العمل البسيط اللي موجود، اللي بيربي أسرة وجاي متغرب عنها وموجود هنا، البائع البسيط اللي بيبيع التذكارات اللي موجودة. الحقيقة أنا بشكر حضراتكم جميعا وبتمنى لكم دايما التوفيق.